اهلا بيكم، ووصلنا لفقرة الشارع الأبيض. تعالوا نروح على طول على موضوع حلقتنا النهاردة في نهارك أبيض، واللي كان بيتكلم عن التشكيل الأمثل لفريق الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا النهاردة من وجهة نظرك. تعالوا كده نشوف آراء جمهورنا على السوشيال ميديا كانت إيه. البداية من عند أحمد عماد، صباح الفل عليك. بيقول التشكيل الأمثل: محمد صبحي، الونش، حسام عبد المجيد، المثلوثي، حاتم سكر، محمد أشرف، روقة دونجا عفوا، سيف فاروق جعفر، نداي، شيكابالا، وناصر منسي، وأتمنى سامسون ياخد فرصة، وكل التوفيق لنادينا العظيم. محمد إدريس، صباح الفل عليك، أو محمد الريس، صباح الفل عليك. بيقول: كل سنة وانت طيب يا محمد. بيقول: التشكيل الأمثل: محمد صبحي، المسلوسي، حسام عبد المجيد، الونش، حاتم سكر، عبد الغني، دونجا، سيف فاروق جعفر، زيزو، إبراهيم نداي، ناصر منسي، وكل التوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله زملكاوي لآخر العمر إن شاء الله يا محمد. محمد إبراهيم، صباح الفل عليك يا محمد. بيقول: التشكيل الأمثل: محمد صبحي، الونش، عبد الغني، المسلوسي، سيد نمار، زيزو، دونجا، وسيف فاروق جعفر، إبراهيم نداي، ناصر منسي، كل التوفيق للاعبين. زياد الورداني، صباح الفل عليك. بيقول: أتمنى الفوز للزمالك طبعا رغم الغيابات، لكن التشكيل الأمثل هيكون في حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع حمزة المسلوسي، حاتم سكر، الونش، عبد الغني، خط الوسط هيكون في دونجا وسيف فاروق جعفر وزيزو، خط الهجوم إبراهيم نداي وشيكا وناصر منسي، وإن شاء الله فوز زملكاوي مع صحوة الزمالك بقيادة أساري، وإن شاء الله ده اللي احنا أكيد كلنا بنتمناه للزمالك وللفريق النهارده في مباراته امام سيراميكا كليوباترا. وان شاء الله المدير الفني الجديد اوسوريو يقدر يعوض الغيابات اللي هتكون موجوده النهارده في صفوف الفريق.